السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مهندس حسام، قناة حسام ميرة للرياضيات. بإذن الله موعدنا النهاردة في حل اختبار 7 أو محافظة 7 لطلاب الصف الثاني الثانوي أدبي وعلمي، طبعا من نماذج امتحانات المحافظات الخاصة بكراسة المعاصر النسخة الجديدة باشمهندس نسخة 2024. المحافظة دي موجودة باشمهندس صفحة 67، وزي ما وضحنا بنحل من النسخة الجديدة عشان لو معاك نسخة قديمة هتلاقي المحافظة مختلفة. تمام، طبعا بفضل الله حلينا مع بعض 6 محافظات بحتة، 6 محافظات تطبيقية بإذن الله، فاضل لنا بإذن الله 9 و9 لأن هم 15 محافظة في كل فرع. لو أنت أول مرة شفتني ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتضغط لايك وتشارك الفيديو عشان يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس. تعال نسمي بسم الله وخلينا نبتدي. بفكرك إن إحنا انتهينا من شرح المنهج بالكامل بفضل الله، حل الاختر، حل المقالي، حل الاختبارات التراكمية، كل ده من كتاب المعاصر كاملا بفضل الله، يعني مفيش حاجة سيبناها في المنهج. لو انت عايز اي حاجة من الحاجات دي روح لقائمة التشغيل يا باشمهندس، هتلاقي قوائم التشغيل موجودة فيها كل حاجة بأمر الله. محافظة النهاردة محافظة دمياط بإذن الله تكون محافظة سهلة وبسيطة، تعال نحلها كده مع بعض ونشوف الدنيا فيها ايه. تعال نسمي بسم الله وخلينا نبتدي. بسم الله. السؤال الأول بيقول له نقطة رأس المنحنى د حيث د س عبارة عن 1 + س لكل تربيع ناقص 3. عشان بجيب نقطة رأس المنحنى أو نقطة التماثل باخد اللي جوه القوس اللي هو 1 + س وأساويه بالصفر، أودي الواحد الناحية التانية فتطلع الس معايا بسالب 1، يبقى الإزاحة الأفقية بسالب 1. عظيم. الإزاحة الرأسية باخد العدد اللي بره الدالة اللي هو ده بنفس إشارته اللي هو سالب 3، يبقى نقطة التماثل أو نقطة رأس المنحنى اللي هي سالب 1 وسالب 3 اللي هو الاختيار A الاختيار B. خلاص عظيم. رقم 2 بيقول لي مجال الدالة دالة س بتساوي جذر س ناقص 2، دي دالة جذر والجذر ده دليله زوجي لأنه جذر تربيعي موجود في البسط، يبقى ما تحت الجذر اللي هو س ناقص 2 أكبر من أو يساوي الصفر. أنا عايز اللي تحت الجذر أكبر من أو يساوي الصفر، هودي السالب 2 الناحية التانية يبقى الس أكبر من أو يساوي الـ2. طبعا الس أكبر من أو يساوي الـ2 دي مش موجودة كمتباينة، خلاص أعملها كفترة، يبقى من الـ2 مقفولة لأن في علامة اليساوي لحد الموجب ما لا نهاية، يبقى من الـ2 لحد الموجب ما لا نهاية اللي هو الاختيار A الاختيار G. رقم 3 بيقول لي مدى الدالة دالة س بتساوي القيمة المطلقة لـ س ناقص 2. لازم أجيب نقطة التماثل الأول يا باشمهندس، هاخد اللي جوه القيمة المطلقة اللي هو س ناقص الـ2 بيساوي صفر، أودي السالب 2 فتطلع الس بتساوي 2، يبقى الإزاحة الأفقية ب2. العدد اللي بره زي ما هو مفيش عدد بره يبقى صفر، يبقى نقطة التماثل هي 2 و0. هنبدأ نرسم ده يا باشمهندس، وطبعا المقياس ده المعامل بتاعه موجب، يبقى بالنسبة لي يا باشمهندس إن المقياس ده رسمته هتبقى 7. فأنا دلوقتي معايا النقطة 2 و0 موجودة على محور السينات، ورسمها هتبقى 7، يعني عاملة بالشكل ده كده. عظيم جدا وزي الفل. هو بيقول لي المدى يا باشمهندس، خلاص المدى اصغر نقطه هنا اللي هي دي، لو رحت خبطت في الصاد هلاقيها جايه عند الصفر، يبقى من الصفر. طالما الاثنين مقفوله يبقى مدى النقطه بتاعتها مقفول، يبقى الصفر مقفول، فاصله ودي طالعه لحد فوق يبقى لحد الموجب ما لا نهايه، يبقى من الصفر لحد الموجب ما لا نهايه، او حاجه موجبه اتحاد الصفر ايا كان بقى اللي موجود في الاجابات، يبقى من الصفر لحد الموجب ما لا نهايه اللي هو الاختيار ايه الاختيار الف. رقم 4 يا باشمهندس بيقول لي في المثلث ا ب ج يكون 4 ب شرط على ج ب بيساوي كام من النق، حيث نق هو طول نصف قطر الدايره المره برؤوس المثلث ا ب ج. تمام قوي، ركز معايا. والله يا باشمهندس انا عارف ان ب شرط على ج ب الكلام ده بيساوي 2 نق. عظيم جدا وزي الفل. هو كل اللي عمله حط 4 هنا في البسط، يعني كانه ضرب في 4، يبقى انا يا باشمهندس كل اللي انا اعمله هنا هضرب برضه في 4، يبقى زي ما حط 4 هنا انا حطيت 4 هنا. خلاص، يبقى 4 ب شرط على ج ب بيساوي 4 في 2 نق اللي هو 8 نق. هو بقى يا باشمهندس كاتب لك النق دي، تمام، يبقى فاضل كام؟ يبقى فاضل ال 8، يعني بالنسبه لي الاختيار ب هو الاختيار ايه الصح. رقم 5 بيقول لي نهايه لما س تقترب من الما لا نهايه 5 على س زائد الـ2. اول خطوه تعويض مباشر، هتبقى 5 هشيل الس واحط ما لا نهايه الكلام ده زائد 2. طبعا عدد على ما لا نهايه ده بالنسبه له عدد صغير جدا، يبقى من الناتج صفر، او من قاعده نهايه الداله عند ما لا نهايه اي عدد على س بصفر فده بصفر، فطبعا الجزء ده هيبقى بالنسبه لي بصفر زائد الـ2، فطبعا 0 + 2 اللي هو 2، يعني بالنسبه لي يا باشمهندس الاختيار ا هو الاختيار ايه الصح. خلاص، لحد دلوقتي الدنيا بسيطه خالص زي ما انت شايف.
السؤال اللي بعده يا باشمهندس، السؤال رقم 6، تعال نشوف بيقول لك ايه. بيقول نهاية لما السين تقترب من الصفر الجا تربيع 3 س على 5 س تربيع. ركز معايا، التعويض المباشر طبعا صفر على صفر. ادي نهاية لما س تقترب من الصفر الجا تربيع 3 س. انا بحب اكتبها كده كانها جا 3 س الكل ايه، الكل تربيع. عظيم جدا. الكلام ده مقسوم على 5 س تربيع. والله الجا 3 س محتاجه س، ودي مفعول اس 2 يبقى محتاجه اقسم على س تربيع. يبقى انا ممكن اكتبها بالشكل ده كده، نهايه لما س تقترب من الصفر جا 3 س، واقوم اقسمها على س لان هي محتاجه س والكلام ده كله تربيع. يبقى كان قسمت في البسط على س تربيع، لان دي س في المقام ودي تربيع. يبقى انا لازم اقسم المقام على س تربيع، يبقى دي 5 س تربيع على س ايه؟ تربيع. تمام اهو. طبعا من نهايات الدوال المثلثيه المعامل هنا 3، المعامل هنا 1، يبقى 3 على 1 فيها 3 بس تربيع يبقى 9. وهنا دي هتروح مع دي فضل المقام 5، يبقى 9 على 5. يعني بالنسبه لي الاختيار ده اللي هو ايه؟ هو الصح. رقم 7 بيقول لي اذا تقاطع منحنى الدالتين داله س ودال سالب 1 س في النقطه كذا. منحنى الداله والداله العكسيه بتاعتها بتقاطعوا في مستقيم معادلته ان ص بتساوي س. فاي نقطه يا باشمهندس موجوده على الخط المستقيم ده بتحقق معادلته، يعني نقطه التقاطع دي موجوده على الخط المستقيم ده، يبقى بتحقق معادلته ان الاحداث السيني بيساوي الصاد. خلي بالك الكاف دي اللي هي السين، واتنين كاف ناقص واحد اللي هي الصاد، هساويهم ببعض يبقى كاف بتساوي اتنين كاف ناقص الواحد. هنبدا نجيب الكاف هنا ونودي السالب واحد هناك، دي اتنين كاف هيجي لها سالب كاف يبقى كاف واحد، والسالب واحد هتيجي هنا بموجب واحد، يبقى قيمة الكاف يا باشمهندس بموجب واحد. يعني بالنسبة لي الاختيار باء هو الصح. رقم 8 بيقول لي قياس أكبر زاوية في المثلث الذي أطوال أضلاعه 3 5 7. أكبر زاوية بتقابل أكبر ضلع، فمثلا التلاتة دي أنا هخليها ألف شرطة، ودي مثلا الب شرطة، ودي مثلا الجيم شرطة. عشان أجيب أكبر زاوية أنا معايا التلات أضلاع، فهبدأ أحسب الجتا جيم، والجتا جيم اللي هي أ شرطة تربيع زائد ب شرطة تربيع ناقص الجيم شرطة تربيع على 2 أ شرطة ب شرطة. الأ شرطة ب 3 تربيعها ب 9، الب شرطة ب 5 تربيعها 25، الجيم شرطة ب 7 تربيعها 49 على 2 في الأ شرطة ب 3 في الب شرطة ب 5. 9 و 25 34 ناقص 49 سالب 15. 2 في 3 ب 6 في 5 ب 30. سالب 15 على 30 سالب نص. يبقى جتا جيم بسالب نص، شيفت كوزين سالب نص اشهر زاويه في المنهج ب 120 درجه. اعمل شيفت كوزين سالب 1 على 2 او سالب نص، فتطلع بالنسبه لي 120 درجه. يعني بالنسبه لي الاختيار جيم هو الاختيار ايه؟ الصح. خلاص كده كلام عظيم جدا وزي الفل. رقم 9 بيقول لي نهايه لما س تقترب من الواحد س اس 6 على ناقص 1 على س ناقص 1. طبعا بالتعويض المباشر يا باشمهندس صفر على صفر، فطبعا دي كده شكل نظريه 4، يعني دي نهايه لما س تقترب من الواحد. دي س اس 6 ناقص الواحد ده خليه اس 6، لان واحد اس 6 بواحد على س ناقص 1. فطبعا الاول هنا س، الاول هنا س، هنا س، الثاني هنا واحد، ده واحد، ده واحد. اسس البسط شبه بعض، اسس المقام شبه بعض اللي هي الواحد، والاشارات ما بينهم سالب، يبقى دي نظريه 4. او اس البسط على المقام اللي هو 6 على 1 فيما تقول إليه النهاية اللي هو واحد أس الطرح، ستة ناقص واحد اللي هو خمسة. ستة على الواحد فيها ستة، واحد أس خمسة بواحد، يبقى ستة في واحد بستة. يعني بالنسبة لي يا باشمهندس الاختيار الجيم هو الاختيار إيه؟ الصح. السؤال 10 بيقول لي لوغاريتم س للأساس س ص زائد لوغاريتم ص للأساس س ص. الوقت أنت هتلاحظ إن هما نفس الأساس، ولوغاريتم الجمع بتحول لضرب، يبقى ده عبارة عن لوغاريتم هاخد الأساس اللي هو س ص، والجمع ده بتحول لضرب، هضرب اللي جوه في بعض يبقى س هضربها في دي اللي هي ص. عظيم قوي. لو انت ملاحظ اللي جوه شبه الاساس، ودي خاصيه من اللوغاريتمات، قلنا اللوغاريتم ا للاساس ا لما يبقى اللي جوه شبه الاساس يبقى الناتج واحد، فهنا ده لوغاريتم س ص للاساس س ص اللي جوه شبه الاساس يبقى الناتج واحد مباشره. يعني بالنسبه لي الاختيار ده هو الاختيار ايه؟ الصح. السؤال اللي بعد كده يا باشمهندس رقم 11 بيقول لي اذا كانت داله س عباره عن 4 اس س ناقص 1 فان داله س زائد الواحد. طيب داله س زائد الواحد، بص هنزل الاساس اللي هو 4، هشيل الس اللي في الاس دي واحط مكانها س زائد الواحد. انا بشيل كل س وبحطه اللي جوه القوس، بس ما انساش ان في سالب واحد بره. تمام قوي.
طبعا الواحد هيروح مع السالب واحد وهيفضل 4 اس ايه 4 اس س، يبقى الناتج 4 اس س اللي هو الاختيار ايه الاختيار ا يا باشمهندس. خلاص بس كده مسألتك خلصت. رقم 12 بيقول نهايه لما س تقترب من ال 3 س تربيع ناقص 9 على س ناقص 3. طبعا بالتعويض المباشر يا باشمهندس صفر على صفر عندك حلين، ممكن تعملها بنظريه 4 عادي جدا. ازاي يا باشمهندس؟ يعني دي س تربيع ناقص ال 9 دي اللي هي 3 اس 2، الكلام ده على س ناقص ال 3. هنا الاول هو الاول هو الاول، اسس البسطه شبه بعض، الثاني هنا 3 دي 3 دي 3، الاشارات سالب والدنيا تمام. الناتج اس البسطه على المقام يبقى 2 على 1 في ما تقول اليه النهايه اللي هو 3، اس طرح دول 2 ناقص 1 اللي هو 1. ف 2 على 1 فقال 2 في 3 اس 1 اللي هي 3، يبقى 2 في 3 بكام؟ ب 6. يبقى قيمه النهايه دي يا باشمهندس ب 6 اللي هو بالنسبه للاختيار ايه. الطريقة الثانية ممكن تحلل البسط لس ناقص الثلاثة في س زائد الثلاثة، الكلام ده على س ناقص الثلاثة. طبعا هتشيل دي مع دي فيفضل لك س زائد الثلاثة، النهاية بتقترب من ثلاثة فتعور عن السين بثلاثة، يبقى ثلاثة زائد ثلاثة بكام؟ بست. أيا كان بقى الطريقة يا باشمهندس الاتنين صح بأمر الله. السؤال اللي بعده يا باشمهندس رقم 13 بيقول إذا كان س أس 3 على 2 بيساوي 8. طيب ركز معايا، أدي س أس 3 على 2، التمانية دي اللي هي 2 أس 3. طيب ده أس إيه؟ فردي لأن البسط فردي. خلاص أدي السين نفس الإشارة لأن الأس فردي فدي 2 أس 3. الأس بيجي هنا بمعكوس الضرب، يعني هو 3 على 2 فيجي 2 على 3. طبعًا أسين فوق بعض يتضربوا في بعض فالتلاتة هتروح مع التلاتة فيفضل لك 2 أس 2 اللي هي بكام؟ بأربعة. أو اعملها بقى عن طريق الآلة الحاسبة مش هتفرق، يعني بالنسبة لي الاختيار ب هو الصح. السؤال 14 بيقول لي يا باشمهندس لوغاريتم س زائد 11، طبعا ده لوغاريتم معتاد بيساوي 2، فإن قيمة س اللوغاريتم المعتاد أساسه 10، فأقول اللي جوه اللي هو س زائد 11 بيساوي ده أس ده اللي هو 10 أس 2، يعني س زائد 11 بيساوي 10 أس 2 اللي هي 100. هودي ال 11 للناحية التانية يبقى س بتساوي 100 ناقص 11 اللي هي 89، يعني بالنسبة لي يا باشمهندس الاختيار ج هو الاختيار ايه؟ الصح. السؤال 15 بيقول المعادلة س أس 3 بيساوي 4 عدد جذورها بيساوي ايه؟ عدد الجذور بيساوي الأس، فهنا الأس 3 يبقى عدد الجذور 3. طب لو كان بيكلمنا على حقيقية وتخيلية ده كلام تاني بقى. طبعا الأس فردي يبقى عدد الحقيقي 1 والباقي تخيلي، يبقى الحقيقي 1 وتخيلي 2. الأس زوجي يبقى فيه 2 حقيقيين والباقي تخيلين، دي برضو معلومة مهمة قلنا عليها في الأسس الكسرية والمعادلات الأسية ارجع لها. إنما طالما بيقول لي عدد جذورها عامة، عدد الجذور بيساوي عدد الأس يا باشمهندس، ودي مش فيها جدال. 16 بيقول لي عدد الحلول الممكنة للمثلث أ ب ج اللي فيه قياس زاوية أ ب 30 أ شرطة ب 6 ب شرطة ب 8 بيساوي إيه؟ لها أكتر من طريقة. أول طريقة طريقة الارتفاع. الارتفاع بيساوي الضلع اللي معايا يا باشمهندس في المسألة في جهة الزاوية. هتقولي أنت معايا أ شرطة وب شرطة يا باشمهندس، ما خلي بالك دي زاوية أ، فأنا باخد الضلع العكسي اللي هو ب شرطة. يبقى الارتفاع ب شرطة في الجا أ. فالب شرطة ب 8 في الجا أ اللي هو جا 30، يعني 8 في جا 30 اللي هي نص، فالكلام ده بأربعة. هتلاحظ يا باشمهندس الوقت أنت الارتفاع أنت خدت ب شرطة في أ شرطة. فالضلع اللي قصاد الزاويه اللي انت بتقارن بيه اللي هو الالف شرطه طلع اكبر من الارتفاع واقل من الضلع الثاني. ليه؟ لان الالف شرطه ب 6 والارتفاع ب 4 والباء شرطه ب 8. لما الضلع اللي قصاد الزاويه يكون اكبر من الارتفاع واقل من الضلع الثاني يبقى انت معاك كام حل؟ حلين يا باشمهندس. يبقى انا معايا يا باشمهندس عدد حلول المثلث ده بيساوي كام؟ بيساوي 2 اللي هو الاختيار ب. طيب الطريقه الثانيه اللي احنا اعتمدناها اصلا في حل تمارين الاخطر، اللي انا اقول الالف شرطه اللي هو 6 على جا ا اللي هو جا 30 هيساوي الباء شرطه اللي هو 8 على الجا ب، وابدا احسب الجا ب اللي هتساوي ده في ده اللي هو 8 جا 30، الكلام ده على كام؟ على ال 6. خلاص تعالى نحسب الكلام ده كده، 8 ص 30 على ال 6 تطلع معايا 2 على 3. خلاص طبعا الجا موجبه في الربع الاول والربع الثاني، فهبدا اعمل شيفت ساين الانصر، فبجيب الزاويه اللي في الربع الاول اللي هي عباره عن 41 درجه 48 دقيقه 37 ثانيه. طب اجيب الزاويه اللي في الربع الثاني 180 ناقص الانصر، فتطلع معايا يا باشمهندس ب 138 درجه 11 دقيقه وتقريبا 23 ثانيه. دول الزاويتين، لو انت جمعت الزاويه دي
مع ال 30 مش هيعدوا ال 180، ولو جمعت ال 138 مع ال 30 برضه مش هتعدي ال 180، يبقى انا معايا حلين. انما مثلا لو كانت الزاويه دي مثلا طلعت معايا ب 160 مثلا، لو جمعت ال 160 مع ال 30 190، يبقى ناخد الحل الواحد بس. فطريقه الجاب بتوضح لك عدد الحلول برضه بطريقه سهله وبسيطه زي ما انت شايف. خلاص كده خلصنا الجزء ده، تعال نشوف اللي بعده. 17 باشمهندس بيقول لي اذا كانت د داله زوجيه وكان منحنى الداله يمر بالنقطه سالب 3 او 2 م زائد 1 وكانت داله ال 3 ب 5. انت عارف داله ال 3 ب 5 ايه؟ يعني لما اعوض عن السين ب 3 هيطلع الناتج ب 5. هو الوقت دي قال لي ان هي داله زوجيه، والداله الزوجيه بتبقى متماثله حول محور الصادات، والتماثل حول محور الصادات بيغير اشاره السين، يعني هي بتعدي ب 3 ب 5 يبقى لازم تعدي بالنقطة سالب 3 ب 5. ده بسبب التماثل يا باشمهندس، لأن دالة السين بتساوي دالة سالب السين، يعني دالة التلاتة بتساوي دالة السالب 3. وطالما دالة التلاتة ب 5 يبقى دالة السالب 3 ب 5. فطبعا دي سالب 3 يبقى أكيد التاني ده اللي هو 2 ميم زائد الواحد بيساوي 5. هودي الواحد يبقى الاتنين ميم بتساوي 5 ناقص 1 4. هنا على الاثنين، هنا على الاثنين، ده هتروح يبقى الميم 4 على الاثنين فيها الاثنين، يبقى قيمة الميم ب2، يعني الاختيار ده هو الصح. 18 بيقول لي إذا كانت دالة س بتساوي س تربيع زائد 6 ور س ب3 س، فعايز مني د تركيب ر للثلاثة. طيب دي سهلة، أدي د وأقول ر العدد هنا اللي هو 3. طيب أنا عايز أجيب ر 3، يعني أعوض في الدالة اللي اسمها ر عن س ب3 اللي هنا 3 س، يعني 3 في 3 بكام؟ ب9. يبقى الكام ده بيساوي دالة التسعة. يبقى عوض في الدالة اللي اسمها دال عن س ب9. يبقى ليه 9 تربيع زائد 6. 9 تربيع ب81 زائد 6 يبقى الكلام ده ب87. يعني بالنسبة لي يا باشمهندس الاختيار ب هو الاختيار ايه؟ الصح. سؤال 19 بيقول لي إذا كان الجا أ على 3 بيساوي 2 جا باء على 5 بيساوي جا ج على 4. قلنا بهدف لازم ان الجهات كلها يبقى المعامل بتاعها بواحد، يعني دي جا ا على 3 بيساوي 2 جا ب على 5 بيساوي جا ج على 4. دلوقتي المشكله كلها بتدي 2، عايز اخلي المعامل واحد فاحط 2 في المقام عشان الاثنين تروح مع الاثنين، بس ما ينفعش احط 2 هنا بس، يبقى انا لازم احط هنا 2 وبرده هنا 2. يبقى انا كده وصلت ان جا ا على 2 في 3 ب 6 هيساوي الاثنين هتروح مع الاثنين فيفضل لك جا ب على 5، وهنا جا ج على 2 في 4 ب 8. النسبه بين الجيوب هي النسبه بين الاضلاع، يعني ا شرطه الى ب شرطه الى ج شرطه بيساوي هيبقى 6 الى 5 الى 8. ليه؟ لان النسبه بين الجيوب هي النسبه بين الاضلاع، يبقى 6 الى 5 الى 8، يعني بالنسبه لي الاختيار ا هو الصح. رقم 20 بيقول لي نهايه لما س تقترب من باي على الاربعه. طبعا خلي بالك هنا السين ما بتقتربش من صفر، يبقى دي مش نهايه دوله مثلثيه، فاول خطوه تعويض مباشر، يبقى دي نهايه لما س تقترب من الباي على الاربعه هيبقى ظا س اللي هي ظا باي على الاربعه على السين اللي هي باي على الاربعه. تمام، باي على الاربعه اللي هي 148 على الاربعه اللي هي 45، وظا 45 بواحد، والمقام باي على الاربعه مقام المقام بسط، يبقى الكلام ده 4 على الباي. يبقى الاجابه بتاعتي يا باشمهندس 4 على الباي، يعني بالنسبه لي الاختيار ج هو الصح. الناس طبعا هتتلخبط وتختار واحد، هتقول لي دي ظا سن ع س معامل على معامل، دي في حاله النهايه بتقترب من الصفر، ولما تعوض تعويض مباشر تلاقيها بتقترب من الصفر، خلي بالك من النقطه دي عشان مهمه جدا. خلاص؟ تعالى نشوف السؤال اللي بعده كده. رقم 21 بيقول لي في المثلث س ص ع اذا كان س شرطه بيساوي ص شرطه فان جتا س بيساوي ايه؟ طيب هنكتب قانون الجتاسيل اللي هو عبارة عن ص شرطة تربيع زائد ع شرطة تربيع ناقص س شرطة تربيع على 2 ص شرطة ع شرطة. تمام، الوقت هو بيقول لي إن س شرطة بتساوي ص شرطة، يعني لو ربعت يبقى س شرطة تربيع بيساوي ص شرطة تربيع، يبقى أنا ممكن في البسط أشيل ص شرطة تربيع وأحط س شرطة تربيع، وبالتالي س شرطة تربيع هتروح مع السالب س شرطة تربيع، ويفضل عين شرطة تربيع على 2 ص شرطة عين شرطة. ممكن أشيل العين شرطة مع في المقام مع الأس، فيفضل في البسط عين شرطة على 2 ص شرطة. دي موجودة، أو إن بما إن الس شرطة بتساوي ص شرطة، فممكن أكتب دي عين شرطة على 2 س شرطة. عادي جدا، شلت الص شرطة وحطيت مكانها س شرطة. يبقى سواء دي أو دي. يبقى أنا مش مهندس، طبعا 2 في البسط لأ. يعني دي غلط ودي غلط.
عين شرطة على 2 سات شرطة دي موجودة يا باشمهندس خلاص، أو كان عين شرطة على 2 سين شرطة، المهم إن الباص تبقى عين شرطة، يعني بالنسبة لي الاختيار ج هو الصح. 22 يا باشمهندس بيقول لي نهاية لما السين تقترب من الاثنين لدالة س. طيب قلنا اتفقنا هروح عند الاثنين وبعمل خط رأسي بالشكل ده كده، الجزء اليمين من الرسمة هروح أخبط في الخط وأروح أخبط في الصاد، يبقى بالنسبة لي إن دالة الاثنين يمين بتساوي 1. طب دالة الاثنين يسار، برضو الجزء الشمال من الرسمة أهو هروح أخبط في الخط الأزرق وأروح أخبط في الصاد فبواحد، فأنا كده عندي دالة الاثنين يمين بتساوي دالة الاثنين يسار بتساوي 1، يبقى إذا النهاية موجودة وقيمتها بتساوي 1، يعني بالنسبة لي الاختيار ب هو الصح. 23 بيقول لي معادلة محور التماثل ومنحنى الدالتين دال س، طبعا دال س ب 3 أس س، تمام؟ لو كده كتبتها كده يبقى دالة الس بتساوي 3 أس كام؟ 3 أس س، عظيم جدا. تاني حاجة يا باشمهندس ر س بتساوي تلت أس س، خلينا معادي شوية، التلت ده اللي هو 3 أس سالب 1 الكل أس س، اللي أنا ممكن أكتبه 3، وطالما أسين فوق بعض يتضربوا في بعض يبقى لي 3 أس سالب س. طب ايه علاقة 3 أس س ب 3 أس سالب س؟ كنا بنقول يا باشمهندس إن دي الدالة الزوجية بتاعت دي، إيه ده؟ الكلام ده يا باشمهندس؟ يعني لما باجي يا باشمهندس أرسمهم بيبقوا هما الاتنين متماثلين حول محور الصادات، يعني بيحصل لي يا باشمهندس تماثل حول محور الصادات. طب أنا مش فاكر الكلام ده، عادي جدا ولا يهمك، تبدأ ترسم كده بالشكل ده. طبعا 3 أس س دي دالة زوجية وهنا الألف سوري دالة أسية وهنا الألف أكبر من الواحد، يبقى بتعدي بالنقطة 0 و1 وبتبقى دالة تزاوجية بالشكل ده كده. هنا 3 أس سالب 1 أو تلت دي دالة أسية بس هنا الألف ما بين الصفر والواحد، يبقى بتبقى دالة تناقصية عاملة بالشكل ده كده. يعني كان ممكن أشتغل على تلت أس س، فتلاقي الدالتين عدوا بالنقطة دي. فبيقول لي معادلة محور التماثل، ما خلي بالك الجزء اليمين شبه الجزء الشمال كأن محور الصلاة هو المراية. يبقى أنا بالنسبة لي معادلة محور التماثل هنا اللي هي معادلة محور الصلات، ومعادلة محور الصلات إن أي نقطة سينات فيه بصفر، أي نقطة موجودة عليه السينات بتاعتها بصفر، يبقى س بيساوي صفر اللي هو الاختيار ده. يعني ده من أفضل الأسئلة اللي موجودة في المحافظة لحد دلوقتي. السؤال رقم 24 يا باشمهندس بيقول لي إذا كانت دال دالة حيث دالة س دالة مجزأة المجال متصلة عند س بيساوي 1 فإن دالة الألف، ده معناه إن دالة الواحد يمين تساوي دالة الواحد يسار، الكلام ده بيساوي دالة الواحد. طيب دالة الواحد يمين اللي هي نهاية لما س تقترب من الواحد يمين، اللي هي س أكبر من الواحد، اللي هي عبارة عن 3 س ناقص الألف، طبعا هعوض عن السين بواحد، 3 في 1 ب3 يبقى ليه 3 ناقص الألف. طب أبدأ أقول دالة الواحد يسار اللي هي نهاية لما س يقترب من الواحد يسار، اللي هي بتساوي أصلا دالة الواحد، خلي بالك ليه؟ لأن علامة اليساوي موجودة هنا اللي هي 2 س، يبقى 2 في 1 اللي هي بالنسبة لي ب2، طبعا الطرفين دول متساويين يا باشمهندس، يبقى 3 ناقص الألف بيساوي 2، 3 ناقص كام بيديك 2؟ أكيد يا باشمهندس إن الألف ده بواحد، يبقى قيمة الألف هنا بواحد يا باشمهندس اللي هو الاختيار إيه؟ الاختيار ألف، خلاص؟ كلام جميل جدا زي الفل. سؤال 25 بيقول لي نهاية لما السين تقترب من الباي لجا س على باي ناقص السين. دي من أشهر المسائل على نهايات الدوال المثلثية. أنا وقت مش مهندس عندي النهاية ودي سيبها عشان هنظبط فيها شوية شغل، تمام؟ الجا س أنا ممكن أكتبها جا باي ناقص السين عشان أخليها شبه اللي في المقام بالظبط، تمام؟ طب عملتها كده ليه؟ لأن جا باي ناقص السين الباي اللي هي 180، 180 ناقص في الربع التاني، والجا موجبة وال 180 ما بتغيرش، يبقى هي بتكافئ الجا س، يعني الجا س هي جا باي ناقص س، فاحنا عملناها كده. تاني شرط في نهاية الدوال المثلثية إن لازم الزاوية دي تقترب من الصفر. هتقولي يا باشمهندس أنت عملتها إزاي؟ أقول لك، وديت الباي الناحية التانية يبقى س ناقص الباي تقترب من الصفر. هتقولي يا باشمهندس دي باي ناقص س، عادي جدا ضربت دي في سالب 1 عادي، يبقى باي ناقص الس بيقترب من الصفر بس، يبقى هي دي اللعبة بتاعتي. طبعا الناتج هنا المعامل واحد على المعامل هنا واحد، يبقى الناتج واحد، يبقى نهاية الدالة دي يا باشمهندس بتساوي واحد اللي هو الاختيار ده، وده سؤال جميل جدا جدا. السؤال 26 بيقول لي في الشق المقابل الظا ثيتا بتساوي ايه؟ هنا هنشتغل بقانون الجيب. يعني ايه قانون الجيب؟ هقول الضلع اللي هو 4 على جا الزاوية اللي قصاده اللي هي جا ثيتا،
هيساوي الضلع اللي هو 5 على جا الزاوية اللي قصاده اللي هي جا 90 زائد السيتا. قاعدة الجيب بتقول لك الضلع على جا الزاوية اللي قصاده بتساوي الضلع على جا الزاوية اللي قصاده، تمام. يبقى أنا معايا 4 على جا سيتا هيساوي 5 على 90 زائد في التاني، والجا موجبة و90 هتغير الجا تخليها جتا سيتا. طب من هنا بقى أقول مقام على مقام، يبقى جا سيتا على جتا سيتا هيساوي بسط على بسط اللي هو 4 على 5. طبعا الجا على الجتا اللي هي ظا، يبقى ظا سيتا ب 4 على 5. يعني بالنسبة لي يا باشمهندس الاختيار ج هو الاختيار ايه؟ الصح، مفيش أسهل من كده. ركز معايا بقى في السؤال الأخير ده يا باشمهندس، سؤال جميل جدا جدا. بيقول لي إذا كانت أ بتنتمي من الصفر مفتوح لحد التمانية، تمام؟ فبيقول لي لوغاريتم أ للأساس 2 بينتمي لإيه؟ خلي بالك إحنا هنبدأ نجيب قيم، فركز بقى. أنت مبدئيًا معاك التمانية مقفولة، فناخد لوغاريتم 8 للأساس 2، وهاخد لوغاريتم 4 للأساس 2، وهاخد لوغاريتم 2 للأساس 2، وهاخد لوغاريتم 1 للأساس 2. عادي، ما انا عايز رقم المهم ما وصلش ليه للصفر يا باشمهندس. خلاص ركز بقى معايا. والله لوغاريتم 8 للاساس 2 دي ب 3. ليه؟ لان ال 8 2 اس 3 وال 3 هتتزحلق بره. طب ال 4 دي 2 اس 2 فال 2 هتتزحلق بره، وافضل لوغاريتم 2 للاساس 2 فدي ب 2. لوغاريتم 2 للاساس ال 2 اللي جوه بشبه تحت 1. لوغاريتم 1 للاساس 2 بكام؟ بصفر. يبقى انا وصلت ان هي 0 1 2 3. يبقى انا عرفت ان اخر 3. ليه يا باشمهندس اخر 3؟ لان الثمانية، الثمانية دي هي اخري، فانا اخري في التعويض 8 اللي هي تطلع ب 3، يبقى اخري 3 ما بزيدش عن ال 3. فطبعا سالب ما لا نهايه ل 3 سيبها، هنشوف دلوقتي. من ال 3 ل 16 لا، ده انا مش هزيد عن ال 3 فدي غلط. طب من 3 الموجب ما لا نهايه قلت لك انا مش هزيد عن ال 3 فدي غلط. طيب من سالب ما لا نهايه لحد الصفر ده انا ما وصلتش حتى لل 3 فدي غلط. يبقى السؤال اللي انا عايز اوصله لك انت ممكن تحله بالاستبعاد فتلاقي الاختيار ا. ليه؟ لان اكبر قيمه ب 3 وانا عايز الكلام ده. هنا زادت عن ال 3، هنا زادت عن ال 3، هنا اصلا ما وصلتش لل 3. طب ازاي يا باشمهندس ما انا عايز ال 3؟ فطبعا يبقى بالاستبعاد الحل ا. بس تعالى اقول لك ا ليه؟ انت دلوقتي اشتغلت ايه؟ 8 4 2 1، وخلي بالك بقول لك من 0 ل 8 يعني انت معاك قصور. يعني ايه معايا قصور يا باشمهندس؟ يعني لو انا خدت لوغاريتم تمن للاساس 2، ما التمن ده موجود. طب لو خدت لوغاريتم ربع للاساس 2، طب لو خدت لوغاريتم نص للاساس 2، طالما ال 8 ب 3 يبقى التمن بسالب 3، ال 4 ب 2 يبقى الربع بسالب 2، واحسبها بالاله. ولو ال 2 ب 1 يبقى النص بكام؟ بسالب 1. خلاص دي من خواص اللوغاريتمات على فكره. فهتلاحظ انت معاك سالب 1 سالب 2 سالب 3. طب لو انا خدت 1 على 16 هيطلع سالب 4، طب 1 على 32 هيطلع سالب 5، يعني هو رايح ناحيه الاعداد السالبه، وانت ممكن تمثلها على فكره. تمام؟ لو عملت كده تمثيله بسيطه بالشكل ده كده، انت الوقت لما عوضت ب 8 طلع الناتج كام؟ 3. يعني لو افترضنا ان دي 8 طلع الناتج 3، وخلي بالك ده اخرك. طب لما عوضت ب 4 طلع الناتج ب 2، يعني مثلا دي 4 فدي 2 مثلا. ولما عوضت ب 2 طلع ب 1 مثلا النقطة دي، ولما عوضت بواحد طلعت بصفر اللي هي نقطة التقاطع، فده جزء من المنحنى اهو. طيب لما عوضت بنص طلع بسالب 1، فتلاقيها النص بسالب 1 مثلا النقطة دي، دي كده دي كده، لأن أنت هتعوض بتمن وربع وهكذا، فهتلاقيها عاملة بالشكل ده كده. بس المنحنى ده هينزل ومش هيقطع محور إيه؟ الصادات، يعني الرسمة بتاعته هتبقى عاملة بالشكل ده كده يا باشمهندس أهو. مش هيقطع محور الصادات بس هيفضل يقرب منه، ولكن اقصى قيمه اللي هي 3. يبقى انا يا باشمهندس جاي من تحت اللي هو من السالب ما لا نهايه لحد النقطه دي اللي هي 3، ومعايا لان ال 8 مقفوله والسالب ما لا نهايه مفتوحه، يبقى اللي هو الاختيار ا. ده من اجمل الاسئله اللي موجوده في الامتحانات عامه، ومن اجمل الاسئله اللي موجوده في المحافظه، وانا كان ممكن احلها لك بالاستبعاد زي ما قلت لك اول طريقه. الطريقه الثانيه بقى ان انت تبدا تجيب مجموعه قيم. خلاص طبعا ليها طريقه كمان، بس خلينا بالطريقه دي عشان دي اكتر طريقه هتوصل لك بامر الله. السؤال الاول يا باشمهندس في الاسئله المقاليه بيقول لي اذا كانت الداله د حيث د س عباره عن الشكل ده، لا نهايه عند س بيساوي سالب 1 قيمه ا. هقول له كده داله السالب 1 يمين بتساوي داله السالب 1 يسار، لان دي ليها نهاية، فأقول له نهاية لما س تقترب من السالب 1 يمين اللي هي س أكبر من سالب 1 اللي هي 3 س ناقص ال 2.
هعوّر عن السين بسالب 1 يبقى 3 في سالب 1 بسالب 3 ناقص 2 اللي هي سالب 5. فتعال نجيب نهاية لما س تقترب من السالب 1 يسار، اللي هي س أقل من السالب 1 اللي هي أ س ناقص ناقص 3. هعوّر هنا على السين بسالب 1 يبقى سالب أ ناقص 3. طبعا الاثنين دول متساويين يا باشمهندس، يبقى سالب أ ناقص 3 بيساوي سالب 5، ودي السالب 3، سالب أ بيساوي سالب 5 وموجب 3 يبقى سالب 2، شيل السالب مع السالب يبقى أكيد إن الأ قيمته ب2. يبقى أنا وصلت يا باشمهندس إن قيمة الأ بتساوي كام؟ بتساوي 2. ده السؤال المقالي الأول. السؤال المقالي الثاني يا باشمهندس بيقول لي أوجد في ح مجموعة حل المتباينة دي، قلنا جذر تحت مقدار، ده غالبا بيبقى مقدار مربع كامل. يعني ادي جذر اهو، وادي المربع، جذر س تربيع س، شرط اللي في النص سالب، جذر 9 3، الجذر هيروح مع الاس، يديني قيمه مطلقه لس ناقص 3 اقل من الاثنين. قيمه مطلقه او اقل من يبقى س ناقص 3 اكبر من سالب العدد اللي هو سالب 2 اقل من العدد اللي هو 2. طبعا دي سالب 3 فانا هضيف 3 للاطراف كلها، 3 ناقص 2 1، وده هتروح مع دي يفضل لك س، و2 و3 5. يبقى السين أكبر من الواحد وأقل من الخمسة، يبقى مجموعة الحل إن سين بتنتمي للفترة المفتوحة من 1 لـ5. يبقى هي دي بالنسبة لي يا باشمهندس مجموعة الحل، يا إما تكتب سين تنتمي يا إما تكتب مجموعة الحل بتساوي الفترة المفتوحة من 1 إلى 5. خلاص ده كده يا باشمهندس نهاية امتحان محافظة دمياط. في سؤالين جمال جدا اللي هو سؤال معادلة محور التماثل، والسؤال الأخير اللي هو سؤال اللوغاريتمات، من أسئلة جميلة جدا جدا وفكرتها حلوة يا باشمهندس. خلاص كده بفضل الله وصلنا لاخر المحافظه السابعه من محافظات البحته، ان شاء الله ينزل لك برضو النهارده معاها او بكره باقصى تقدير المحافظه السابعه تطبيقيه ايا كان بقى اسمها ايه، لان الموضوع بدا يختلف. كده وصلنا يا باشمهندس لاخر حصه النهارده، اتمنى ان انا اكون افيدك، اتمنى اكون وصلت لك المعلومه بطريقه سهله وبسيطه. إيه لو استفدت اشترك في القناه وفعل زر الجرس وتضغط لايك وتشارك الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. اشوفك على خير الفيديو الجاي، كان معاك مهندس حسام من قناه حسام رياضيات، وشكرا جدا.